بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. حضراتكم بعد هذا التقرير مع ضيفينا الكريمين الدكتور أحمد خليل عضو اللجنة العليا لحزب النور السلفي، والأستاذ الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني والعدالة إخوان المسلمين. بجد الترحاب بيكم. عجبني قوي في التقرير مش بس كلام الشباب، كلام البسطاء دائما بيكون له حكمة ودلالة وعفوية وتلقائية. الفرق بين الإخوان المسلمين والسلفيين، قال لك الكل بيقول لا إله إلا الله بهذه العفوية، هذه البساطة وهذا الحق وهذه الحقيقة. يعني دوب كل ما يقال عن فروق أو رد عن كل ما يصار من تخويفات عن الإسلاميين أو التيار الإسلامي بشقيه، يعني حزب النور. وبالمناسبة أنا عايز أقول، هل في حزب النور بين قوسين السلفي، يعني دي تسمية الناس التوجه، ولا هتبقى الشعار؟ لأن حزب الحرية والعدالة مش كاتبين يعني تقريبا تمام. الإخوان المسلمين بين قوسين معروف تمام. فأنا بس عايز أسأل على حزب النور فقط، ولكن كان ظهر في الأول حزب اسمه تشابه، فالبعض جرى ان هو عشان يفرق بين الحزبين دول، وبعض الناس كان نيتهم مش كويسة انه عايز يخرج الحزب ده للإسلاميين او للسلفيين او لطبقة، ولكن هو حزب النور لكل المصريين طبعا. نعم. طيب احنا برضو نرجع للقضايا اللي بتثار وبيتم التخويف منها تمام. خصوصا واللي بيتهم بيها اكثر او بيتم التخويف منها حزب النور او التيار السلفي وممثليه في البرلمان، عمل المرأة، حجاب المرأة، الاختلاط، الحدود، الكلام اللي بيدار تقريبا في كثير من القنوات الاخرى. نعم تمام. عمل المرأة بالنسبة للحزب احنا لن نوفر لها عمل فقط، بل سنوجد لها عمل على ثلاثة أشياء وثلاثة أمور في منتهى الأهمية. واحد، التكريم. اثنين، مناسبة هذا العمل لطبيعتها وظروفها كامرأة. ثلاثة، مراعاة ظروفها الاجتماعية. زي ما احنا قلنا كده في قوانين قانون العمل، لما المرأة بتضع ايه اللي بيحصل في الأجازة بتاعتها، لما في حالة إرضاع ايه اللي بيحصل. فطبعا بالنسبة لعمل المرأة لابد ان احنا نوجد لها عمل في ظل هذه النقاط الثلاثة. بالنسبة لموضوع الحجاب المرأة، فرض الحجاب عليها. وبالمناسبة انا عندي حوار لرئيس حزب النور الدكتور عماد عبد الغفور تمام. في مجلة حواء، يعني مجلة حواء، في مجلة حواء، واتسأل بيقول انا مش همشي 80 مليون على مزاجي بهذا النص. ودخل في قضية التلفزيون والمسرح وحرمة هذه بتجروا ليها جر فعلا. والسلفيين، مش هقول الإسلاميين، السلفيين والفنون والأداب والقضية دي تمام. دي اللي شغلة بال الإخواننا هناك في الجانب الآخر وتعبانين منها، ريحونا. أقول لحضرتك ليه يا دكتور؟ لأن احنا بفضل الله لما نزلنا الواقع السياسي نزلنا منخلعين ومتجردين، وليس مستصحبين أبدا عقدة إرضاء أحد. نحن نرضي واحد جل وعلا. فاحنا بفضل الله بننزل بمنتهى الرحمة ومنتهى الهدوء، دي رقم واحد. رقم اثنين وده الأهم، ان احنا عندنا من الأدلة الشرعية التي تجعلنا نتعامل مع أي واقع في أي زمان وفي أي مكان. لذا بمنتهى البساطة موضوع حجاب المرأة والكلام ده كله، احنا منضبطين بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لن نخرج أبدا عنها ولا إكراه في الدين. إحنا مستحيل نكره حد على حاجة، زي ما قال الأخ، إحنا مجتمع محتاج توعية، مجتمع محتاج تثقيف، ومجتمع محتاج حاجة كتير جدا، فإحنا منضبطين بالقواعد الكلية اللي موجودة عندنا. لكن السعي لتشريع قانون بإلزام المرأة المسلمة في المجتمع المصري والحجاب، دي مش هتبقى في ضمن أفكاركم وأدبياتكم؟ أي فكرة بتتعرض وبنعرضها، انا لن اجاود بقى او لا. هو مش في شعب مصري؟ هو مش في برلمان؟ هو مش في دلوقتي مؤسسات بنرجع ليها في الكلام ده كله؟ ولكن اكرر ولا ادخل ابدا في تفاصيل، ملخص الموضوع، اي شيء سيكون بالتدرج، بالحكمه، بالموعظه الحسنه، بعدم الاكراه، بالرفق، باللطف، بالهدوء، بالتوعيه، بالاقناع، مستحيل نكره اي حد على اي شيء. تمام. قضية الاختلاط
ترتيباتكم فيها ايه؟ في هل هيبقى في تشريع لمواصلات خاصه بالنساء و المدارس يعني مش محتاجه تشريع. تفاصيل مش محتاجه تشريع. دي مسائل لا سبق. هل هناك تشريع بيخلي متر الانفاق يخلي عربتين للنساء؟ ولا دي حاجه مجتمعيه بتتفاعل الجهه التنفيذيه الاداريه مع حاجات المجتمع تلبيه؟ ما لم تتناغم الجهه التنفيذيه مع توجهات المجتمع ستنعزل وستسقط. وبالتالي ليس لنا خيار، علينا ان نتلمس رضوان الجماهير، مطالب الجماهير، ونحقق هذه الامال وهذه الطموحات. ما لم يكن مجلس التشريع مراه عاكسه لامال المواطن وطموحاته والامه ومشاكله فلا بقي البرلمان. اذا عزف البرلمان على وتر غير وتر المواطن فسيسقط البرلمان وكل من فيه. وبالتالي المسألة لكن هيبقى دور البرلمان المسألة لا تحتاج الى تشريع، انعكاس لإرادة الناس ولا محاولة لتثقيف الناس وتوعيهم زي ما أشار الدكتور. هذا ليس دور البرلمان ولا رسالته. انت بتتكلم ايوه بس انتم معبرين عن الاسلام، عن التيار الاسلامي. لحظة بس حضرتك، هذه مسألة مستقرة في المجتمع المصري. تمام، مش هنعيد اختراع العجلة من جديد. ماشي. انا قلت لك، ضربت لك مثال مترو الانفاق، مش في عربيات خاصة بالنساء؟ حد حط قانون؟ في قانون مصري بيقول الكلام ده؟ في نظام، في إدارة؟ ولكن هي حاجة مجتمعية، مطلب جماهيري، لا تملك الجهات التنفيذية إلا أن تلتزم به. هكذا يطلب النساء خلاص. وهكذا يدور الشأن العام كله. ممتاز. أنا عايز أقرأ بعض الإحصائيات السريعة. ليه؟ لأن إحنا دلوقتي البعض يحاول لا يبحث عن تقدم المرأة بل يبحث عن تغريبها. مستصحب نموذج هو لا هو مش عايز يتقهي، هو عايز يقلد نموذج وخلاص. وانا اتذكر قصه للدكتور عبد الوهاب المسيري ربنا يرحمه، بيقول ان هو لما كان في الاتحاد السوفيتي سنه 1982 وكان قدام مسرح البلوشوي، فبص لقى ناس واقفين ومره واحده كلهم انصرفوا بنظرهم على مشهد في ركن كده، كل الناس وبص، هو بيبص الناس بتبص على ايه؟ فبص لقى في المشهد في المشهد اللي قدامه طفله 11 او 12 سنه، ويبص للناس ويبص للطفله، طب هي مثلا مش فاتنه، مش لابسه لبس عجيب، طب في ايه؟ فسال واحد قال له هو الناس كلها منشغله قوي ليه بالبنت دي؟ فقال له اصلها لابسه بلو جينز اصلي، بلو جينز امريكي اصلي، الاتحاد السوفيتي الناس مشغوله ببلو جينز ماشي في الشارع اصلي. الدكتور عبد الوهاب بيقول فعلمت ان الاتحاد السوفيتي في طريقه الى الانهيار. لما يبقى كل المحاوله ايه؟ قلد. طب تعالوا نشوف حقوق المراه بره سريعا. في منظمه العفو الدوليه في عددها رقم 151 في الولايات المتحده الامريكيه تواجه 700,000 امراه سنويا عمليات اغتصاب سنويا. اثنين، هناك مكالمة كل دقيقة من النساء اللواتي تعرضن للعنف داخل المنزل في بريطانيا لطلب المساعدة. اسبانيا، دعاوى غربية بشأن حقوق المرأة، طبعا بص اسبانيا، الاضطهاد يصل اسبانيا في الدرجة الأولى، إن أزواج قتلنا على أيدي الأزواج، إن الجهات المختصة تلقت 37,959 شكوى تتعلق بالاضطهاد من المرأة، 64 ضحية بعد أن كان عددهم 51 عام 2000. دكتور عبد الكريم بكار بيحكي لي عن احد اصدقائه راح يدرس اقتصاد في امريكا، فكان في بنت في الماجستير بتاع الاقتصاد متفوقه جدا وهو بيثني عليها، في نهايه الترم بدات تتاخر، فبيقول لها بنتي يعني انت بدات تتاخري وبدات تيجي شكلك مش نايمه، فقالت له معلش يا دكتور اصل زوجي بيجيب صديقته في البيت فانا بضطر انام على الكنبه اللي بره. فأحد الجالسين الأمريكان اقترح عليها اقتراح لطيف ظريف جدا، قال لها طب إيه رأيك ما تشتري سرير بره عشان تنامي براحة أفضل. هل بقى احنا نطالب بحقوق النساء في أمريكا؟ للأسف هم بس عايزين إن احنا نقلد. أنا هضرب مثال لإظهار التصادمية وعدم الفهم، لا أستدل بيه. في تقرير عن المشاركة السياسية للمرأة منشور على الإنترنت، 128 دولة بيعلنوا بيقولوا مين افضل الدول في المشاركه السياسيه للمراه. حضرتك عارف اليابان نسبه مشاركه المراه فيها كام في الميه يا فندم؟ 1%. بتيجي في رقم كام؟ 121 يا دكتور. اوغندا صحيح رقم 21. ده الاستشهاد العكسي، مش ليه بتستشهد؟ ليه؟ لا طبعا ده انا بوضح. ليه بتقولوا ان بتربطوا المشاركه السياسيه بالتقدم؟ دي مشكله مجتمع مش مشكله الحزب بس، انا بقول مش بستشهد بيه ولكن بوضح ان هم بيستشهدوا اشياء
ليست في محلم الأساس. فهو بيطالب مني إن هو عايز نموذج، عايز نقلده، مش أبحث عن حقوق أمهاتي وأخواتي ومحارمي ونساء مصر جميعا. كلام رائع. حزب الحرية والعدالة، الناس برضو بتسأل سواء من الداخل أو من خارج السياق الإسلامي، هو بيمثل الإخوان المسلمين، وفي أول ما تكون الحزب تصريحات للدكتور محمد مرسي والمسؤولين في الحزب إن إحنا حزب مستقل عن الإخوان المسلمين. طيب هل السؤال، حزب الحرية والعدالة له أفكار وأدبيات خاصة بعيدا عن الأفكار التقليدية لجماعة الإخوان المسلمين؟ هل هناك فروق معبر بكل التفاصيل؟ أولا أصح لحضرتك، حزب الحرية والعدالة لا يمثل الإخوان المسلمين، إنما يمثل كل المصريين من أعضائه، وفي عضوية الحزب من الإخوان ومن غير الإخوان، ومن المسلمين ومن المسيحيين ومن النساء ومن الرجال. بس هو في الأول تكوين إخواني، أسسه الإخوان المسلمون، أسسه الإخوان المسلمون، لكنه ليس ممثلا للإخوان المسلمين، لا ممثلا للأعضاء. ما هو ده بيقال عشان كده. أنا بصح لحضرتك. الحزب نشأة مستقلة في البنيات العضوية عن الجماعة، هيكل الحزب ومؤسساته المخنية وفق لائحته الداخلية باتخاذ القرارات الخاصة به، كل القرارات لا شأن للجماعة بها. الإطار الفكري للجماعة هو ذات الإطار الفكري للحزب، المرجعية واحدة، المكون الثقافي واحد، منظومة القيم واحدة، وبالتالي سنجد تشابها كثيرا في الخيارات لوحدة المرجعية، لوحدة منهجية التفكير، لوحدة الأطر النظرية الحاكمة للكيانين، وبالتالي في هذا الإطار هنا وحدة فكرية. لكن مسألة التنظيم، مسألة مباشرة الإجراءات، مسألة مباشرة الحقوق السياسية، مسألة التعاطي مع المجتمع وقضايا في الجانب السياسي، كل ذلك منظومة بقانون وينضبط بها حزب الحرية والعدالة، وتباشره مؤسساته داخل الحزب التي حددتها اللائحة الداخلية وعقدت لكل مؤسسة من هذه المؤسسات اختصاصا بعينه، ولا علاقة مطلقا للجماعة بهذه المؤسسات، لا في عضوياتها ولا في تشكيلها ولا في رسم اختصاصاتها ولا في مباشرة هذه الاختصاصات، ولا تملك التعقيب على أي اختصاص من اختصاصاتها أو إجراء من إجراءاتها أو قرارة من قراراتها، ولا حتى حق الاقتراح. طيب خلينا برضو جزء من السؤال أو التساؤل اللي جاي برضو من الخارج وأنا بكرره، بس إذا كان حزب الحرية والعدالة بيعبر عن نفس توجهات وأفكار الإخوان المسلمين اللي هي بتتماس مع الهوية المصرية تقريبا، ليست مفارقة لها، وتضع المرأة في مكانها اللائق الصحيح الطبيعي بها، يتساءل البعض لما أين وجود المرأة في مكتب الإرشاد؟ أنت تعلم أن الجماعة منذ عام 28 وفي حالة صراع مستمرة مع كل نظم الحكم، وأنت تعلم أن الفصيل الذي قدم نساء للمعتقلات بل على عوض المشانق هم الإخوان، الحاجة زينب وغيرها كثير، ذكرت الحاجة زينب بشهراتها، لكن هناك عشرات من النساء. وأنت تعلم، وأشار الدكتور أيضا في حديثه لما كان يرتكب ضد النساء في البيوت، صحيح، وأنت تعلم أن كل أعضاء مكتب الإرشاد كانوا رهن الاعتقال أو رهن السجن أو المحاكمات العسكرية أو غير ذلك من ألوان الاضطهاد والتعذيب والتنكيل. وبالتالي كانت الجماعة عندها قرار منذ فترة طويلة ألا تعرض النساء لمثل هذا، لكن كانت النساء موجودات داخل الجماعة من خلال قسم الأخوات، ويباشرنا كل أعمالهم على كل قطاعات نشاط الجماعة في الجامعات وفي المدارس وفي الحضانات وفي الجمعيات الخيرية وفي الشارع وفي البيوت وفي المنازل وفي كل المجال الاقتصادي وكل مجالات الحياة بالكامل. نعم. كرجال سواء بسواء، ولازلنا الآن أيضا الحزب، حزب الحرية والعدالة موجود أمينة مرأة في كل محافظة، هي مرأة. الحزب برضه من الحزاب القليلة اللي فيه أعضاء مكتب السياسي فيه نساء، حزب الحرية والعدالة قدم عدد مرشحين كما قدمت الأحزاب الأخرى أيضا، وعنده أكثر من 30 مرشحة في أماكن متقدمة إن شاء الله يمثلنا النساء في البرلمان القادم إن شاء الله. وبالتالي مسألة الحزب ووضع المرأة فيه دي مسألة، ومسألة الجماعة كذلك مسألة يعني أعتقد أنها بدهية ومعلومة بالضرورة للمجتمع المصري، ومشهودة من هذا المجتمع وشاهد عليها في الممارسة الواقعية، لا تحتاج إلى مزيد بيان. إذن هي دور حقيقي للمرأة في منظومة حزب الحرية والعدالة، وليست ديكور إطلاقا ولا تجميل للصورة إطلاقا، وهكذا تقول الحقائق. نعم. هذا السؤال أيضا موجه لحزب النور، وبضيف لي، هل
سيتم تدشين والتركيز على ما يسمى المية تحديد حتى يتم تمييزها مثلا كما يردد. أنا بقول كل ما يردد عشان نقفل الباب ده وننتهي منه. يعني إحنا اللي نقول بقى إحنا. بس دكتور الحمد لله الحاجات دي أرحم من قطع الودان والهدم الأضرحة ومية النار. يعني الحمد لله إحنا إيه بس يعني خلي بالك هم بيجهزوا لكم مصطلحات تانية عشان تفضل الاتهامات كده. مش ملاحظ إن بفضل الله إن هم دلوقتي خلاص مرحلة بقى العنف، لأن الشعب المصري مبقاش يقتنع. هم دلوقتي إيه بيناقشونا في برامجنا إحنا في منتهى السعادة بالسؤال عن السياحة. ما كان ليظهر برنامج الحزب السياحي اللي احنا عارضينه وأفكارنا في السياحة، وما كان ليظهر مؤتمر أسوان اللي وزعنا فيه البردي، وما كان يظهر كل هذه الأشياء إلا ما يسألونا فيه. بالعكس احنا عايزين يسألونا على التعليم، يعني إيه يزودوا الموضوع. وبرضو أنا عايز أسأل سؤال مهم جدا في الموضوع ده، هو ليه أي حد يغيب عن المشهد ولما تغيب الأحزاب الإسلامية بالذات هو اللي يتسأل عليهم؟ هو موجود في العقل الواعي ان المشهد ما ينفعش من غير الاسلاميين؟ يبدو كده، يبدو ذلك. الله المستعان. طيب بالنسبه لموضوع فكره المراه السلفيه، احنا بنقول رؤيه الحزب من اول يوم انشئ فيه ان هذا الحزب للمصريين، وان حزب النور بيقدم رؤيه لكل المصريين والمصريات، محاوله تضييق الصوره الى ابعد درجه في امر المصريات فقط أو السلفيات فقط. بفضل الله لن نجر إلى هذا الأمر، وسنحقق أمال وطموح كل المصريات من خلال إجراءات قانونية، من خلال سن قوانين، من خلال خطوات استباقية في النقابات وفي اتحاد العمال لإنقاذ حقوق المرأة المصرية، ولن نجر ده كلام رائع. أنا هستأذن المخرج في فاصل سريع وهنرجع لحضراتكم سريعا، انتظرونا. الحق يجمع بفضل الله. الحق يجمع على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم ولقاء خاص، وبيسعدنا في ضيوفنا الأكارم الدكتور أحمد خليل اللجنة العليا لحزب النور، والدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. فهي يعني سهرة مع الصعود الإسلامي يعني في المشهد الانتخابات. احنا معنا الاتصالات للسادة المشاهدين هم علينا. معنا أختنا هايدي من القاهرة. السلام عليكم يا أستاذة هايدي. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. طبعا احنا يعني بنحمد ربنا ان احنا تفوقنا على اللي هم كل اللي هم المشاركين في الانتخابات في المسلمين، الكتله المصريه، والحمد لله حزب اللي هو الحريه والعداله وحزب السلفيين وصل لاعلى اللي هي التصويت. احنا الحمد لله احنا صوتنا يعني مرأة او رجال كلنا نزلنا صوتنا، والحمد لله قدرنا ننجح الحزب الاحزاب المسلمه فيها. احنا طبعا كل طلباتنا ان احنا نفسنا الاحزاب ديت فعلا تكون بمحل الثقه اللي احنا يعني احنا نزلنا وصوتنا لها عشان خاطر نقدر نوصل ونوضح للعالم كله ان الاسلام فعلا هو مش دين بس، هو دين ودوله. تمام. نفسنا نعيش في اي زي ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هو اكيد احنا عمرنا ما هنقدر يعني ايه عايزين نقدر نحاول ان احنا نعيش مثلا زي عصر سيدنا عمر بن الخطاب، اللي هو كان لما كان مثلا بيجي حق اللي هو السرقه كان بدل ما بيقولش ان احنا هنروح نقطع ايديه عشان خاطر هو سرق، لا هو شافه هو سرق ليه مثلا، ده مثال. عشان خاطر كان مثلا كان جعان فما قدرش ان هو يعني ايه لما حاسبه ما حاسبوش عشان خاطر هو سرق نقطع ايده، لا هو شافه هو سرق ليه. فاحنا نفسنا نعيش في العصر ده اللي هو نحقق لنا الامن والامان، يبقى مصر فعلا مش مجرد ان احنا بنكتب في مواضيع التعبير ولا نطلع في التلفزيون نقول احنا مصر بلد الامن والامان والكلام ده كله، لا احنا عايزين نعيش بقى يعني كل اللي احنا بنقوله نعيشه حقيقي. طب انت استاذه هايدي، انت كبنت او كامراه ليكي مطلب خاص من الاسلاميين سواء حزب النور او حزب الحريه والعداله اللي هيتشكل منهم البرلمان الجاي ان شاء الله؟ طبعا هو اصلا كلا الحزبين اي ما فيهم اللي هيمسك اللي هو هيكون ليه القياده العظمى هو بيقول لا اله الا الله، هو مسلم وموحد اي مكان، هو بيختلف بس في وجهه النظر، ده هيحقق بشكل وده هيحقق بشكل. احنا هدفنا اللي هو نفسنا ان هم
ما يعملوش فرق يعني تفرقه بين اللي هو المراه او الرجل، بحيث ان احنا يعني المراه عايزينها تاخد حقها بكامل حريتها. دي حاجه فعلا الكلام يعني ايه وجهات النظر بتكون مسموعه وما يكونش في اي يعني عنف في الاحداث، بحيث نظهر يعني نخلي الاسلام يظهر في احسن صوره قدام العالم كله، ونبين ان ادينا عشنا وقت طويل حاكمين البلد بحكم مثلا زي حسني مبارك، عشناه دولة إسلامية مجرد اسمه بس. تمام. عايزين نشوف دلوقتي إن هو لما يكون دولة إسلامية اسمه وفعل فعلا حقيقي هيكون البلد شكلها عامل إزاي؟ عايزين نتقدم زي اليابان وأمريكا، لأن مصر الحمد لله عندنا كل الإمكانيات اللي تمكننا من إن إحنا نكون أقوى بلاد العالم كلها. طب أقدر أسألك أنت صوتي لمين يا هايدي؟ بص حضرتك أنا أصلا أنا عمري لسه اللي هو 16 سنة لسه ما ماليش كده، بس أنا لما نصحت يعني كل يعني اللي أنا أعرفهم قلت لهم إن هم يصوتوا بصراحة الحزب السلفيين، لأن دوت أنا اللي هو حزب النور، لأن أنا حسيت إن دوت فعلا يعني أنا طبعا بحترم اللي هو حزب الحرية والعدالة، بس أنا حسيت إن هو حزب السلفيين معبر عنك شوية عن توجهاتك. طيب وصل لي قدر يوصل لنا. طيب أشكرك شكرا جزيلا. أخونا مصطفى من المنيا، من المنيا، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا اخ مصطفى، اتفضل. حضرتك شيخ مصطفى ربنا يبارك في عمرك وسلام يعني الاخوه الكرام من حضرتك، وربنا يا رب ينفع بكم الاسلام دايما ان شاء الله يا رب. امين يا رب العالمين. اللهم امين. الحمد لله على جميع المسلمين، والحمد لله ان احنا يعني بفضل الله عز وجل اكبر دليل على امن يعني المجتمع المصري والمجتمع الاسلامي كله في العالم الاسلامي كله. بصراحه الحمد لله الناس فاهمه جدا يعني راي الاسلام في عمل المراه، يعني بدليل انهم خرجوا وصوتوا وشاركوا مشاركه فعاله جدا بفضل الله عز وجل. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان راي الاسلام في المراه فعلا يعني كان زي ما مشايخنا بيقولوا اللهم صل على محمد، اذا احتاج اليها واذا احتاج احتاجت العمل واذا احتاج العمل اليها. يعني اذا كانت ظروفها يعني كانت ارمله او كانت يعني في حاجه لمساعده زوجها او ما الى ذلك في حدود الضوابط الشرعيه واحتاج العمل اليها تعمل. واذا يعني اذا احتاج العمل اليها بقى في الطبيبات اللي هي ايه طبيب المسلمه والمدارس المسلمه والوظائف اللي هي ايه الممرضه المسلمه، الوظائف اللي هي بتحتاج فعلا للمراه المناسبه لي. انا عندي زوجتي طبيبه اسنان بفضل الله عز وجل بتشتغل في كليه الحمد لله منتقبه وما فيش اي يعني مشاكل بالنسبه لها بفضل الله عز وجل، يعني ان هي تروح تركب مواصلات وتروح للشغل وترجع وبفضل الله عز وجل تمام، حتى في العياده بفضل الله يعني تشتغل سيدات واطفال فقط، مع ان ده يعني في مجال الاسنان يمكن شويه ايه، بس الحمد لله يعني نتقي الله عز وجل قدر المستطاع، وفي ناس كثيره جدا وفي توظف بفضل الله عز وجل، يعني سيدات بتقولها منتقبات وسيدات ما بتحبش تروح مثلا للدكتور مع انه اسنان وكان ده كله برضه وضع الحمد لله اللهم لك الحمد يا رب ده بفضل الله عز وجل. برضه احنا عايزين ناس بس يبقى عندها الحمد لله ما يبقاش في تجني على الحمد لله المشروع الاسلامي وان احنا نطبق شريعه ربنا سبحانه وتعالى، لان كل الخير وكل البركه وكل يعني السعاده في الدنيا والاخره بيخسر على ربنا سبحانه وتعالى، وان احنا يعني الناس اللي بتقرا العوده العلمانيين والليبراليين يعني يتقوا الله عز وجل. نعم اشكرك شكرا جزيلا. معانا اختنا ياسمين من القاهره، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. دلوقتي انا ليا تعقيب بس صغير على الكلام اللي اتقال. انا مع احترامي الكامل لحزب النور حزب السلفيين وكل حاجه، بس انا عايزه حاجه تضمن لي ان كل الكلام الجميل اللي هم بيقولوا الاحلام اللي هم قايلينها ديت ان هي هتحصل، يعني انا عايزه حاجه بجد تتقال تبقى تطمن فعلا الناس ان الناس اللي انتخبوا وهينتخبوا لسه تانيين في المحافظات التانيه ان الكلام اللي بيتقال ده هيحصل بجد فعلا. يعني في حاجات كتير في مصر محتاجه ان هي تتغير، محتاجه ان احنا يعني حاجات كتير قوي في مصر يعني منها ظاهره اولاد الشارع، يعني في بلاد غير مصر ما فيش حد ملهوش بيت، يعني كل الناس ليها بيوت حتى لو اطفال حتى لو اي حد ما تلاقيش حد ملهوش بيت، يعني نفسنا حاجه زي كده تبقى موجوده كمان في مصر، ما يبقاش في اولاد شوارع، ما يبقاش في بلطجيه، ما يبقاش في حاجات كتير قوي نفسنا نتغير في مصر، يعني الحراميه يعني ما يبقوش موجودين، يعني كل واحد ليه دخله الخاص بيه، يعني في طبعا في دول خارجيه وكده اللي هو بدل بطاله، يعني الناس اللي ما بتبقاش لاقيه شغل وكده بيديلهم فلوس مؤقتا لحد ما يلاقوا شغل. تمام. فيعني حاجه زي كده دي هتبقى حلوه جدا، لان البلطجيه وعلوم الشوارع بيبقوا موجودين كده ليه؟ غير عشان خاطر يعني ان هم مش لاقيين فلوس ومش لاقيين مأوى ولا مكان ليهم يعني يقعدوا فيه. مظبوط.
تمام. انت بتسالي عن الضمانات يعني ضمان لما يقال من افكار وشعارات وخلاف. معنا اختنا رحاب من الاسكندريه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مبدئيا عايزه اقول لكل الموجودين جزاكم الله عنا كل خير. انا عايزه بس اقول حاجه بسيطه عن نفسي. انا حديثه الالتزام. انا ما كنتش ملتزمه قبل كده ولكن التزمت لما حد خاطب عقلي بعقيده صحيحه اقنعتني وحسيت اني عايزه اخلص لله عز وجل في كل اعمالي سواء اعمالي دي سياسه او شغلي او بيتي او اولادي. فانا كل اللي بطلبه ان البرنامج يعني برنامج زي النهارده زي اللي حضرتك بتقدمه ده والكلام اللي بتقال ده مفيد جدا لكل واحده زيي وسني. انا عندي 30 سنه مفيد لكل واحده زيي وهتديها ثقه زياده وهتديها طمانينه. بالعكس ده هو دي لغه العقل هو ده فعلا اللي يصونك ويصون كرامتك. ولكن للاسف في بس تحفظ بسيط جدا ان احنا لسه بنكلم نفسنا. انا نفسي ارفع سماعه التليفون اكلم صاحبتي اللي غير ملتزمه اقول لها اتفرجي على البرنامج. بس هي متفرج على برنامج محترم زي اللي حضرتك بتقدمه وناس محترمين زي اللي مع حضرتك. فيش اي كلمه خارجه او اسلوب مش لطيف اتقال. لكن للاسف لو انا قلت لها اتفرجي على القناه ممكن قدام شويه تسمع كلام بيبقى فيه اكننا بنكلم نفسنا كان خطاب لناس ملتزمين بسوء او يعني باستنكار فظيع للي عكسنا او للي مش فاهمنا. فللاسف نعتبر نفسنا احنا ان شاء الله اللي بنحمل رايه الاسلام ونكلم الناس بالمنطق. والله كل الناس بتستجيب ان شاء الله بنفس الاسلوب المحترم اللي احنا بنسمعه وبنفس مخاطبه العقل والمنطق اللي حضراتكم بتتكلموا بيها. وجزاكم الله عنا كل خير. شكرا يا رحاب اشكرك وربنا يثبتنا واياك. تفضل هنجاوب بشكل فاكسيمي. انتوا مستقرين للدكتور يعني انتخابات الصبح وانتوا يعني جزاكم الله خير. عندنا الاخت هايدي انا بحييها على سؤالها وانها اكدت على معنى المسؤوليه. هي بالفعل الشان العام هو مغرم وليس مغنم. هي مسؤوليه كبيره وثقيله. هي امانه عظيمه. ثقة هذا الشعب العظيم أمانة. هذا البرلمان بالذات يتحمل أمانة كبرى غير ثقة الشعب فيه كمان. أنه بيتحمل عبء تحقيق أهداف الثورة. الثورة التي ضحى من أجل المصريين مش 1000 شهيد 25 فقط بل أجل المصريين المتعاقبة كلها بالكامل تحلم بالحرية وبالعدالة وبالتنمية وبالريادة منذ عقود وعقود 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 وعقود. في 52 وإمام البنا لما انتصب نفسه وأسس دعوته وأنشأ الأسر والكتائب وحدد الأهداف والغايات والوسائل والمراحل لم يكن له من هدف سوى استقلال الأراضي الوطنية بإجلاء المحتل وضبط العلاقة بين الحاكم والمحكوم حتى نعمل مواطن بحرياته وبكرامته وبإنسانيته وينسد نظام الحكم على أصول الإسلام الصحيح. وقبل ذلك ثورة 19 قبل كده عرابي وقبل كده الأزهر الشريف لما تصدر الفرنسيين لما هرب المماليك وجاب محمد علي ما كانش له أهداف أخرى. فهي هذه الجهود عبر عمود الزمن ده كله والتضحيات دي كلها أمانة في أعناقنا في هذا البرلمان ومسؤولية كبيرة وضخمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على الاطلاع بأعبائها وأن يجعلنا من أهلنا ومن شعبنا العظيم الذي يعني إن أفنينا أعمارنا من وفيه عشر معشار حقه أن يكون مساندا وداعما لنا في تحمل هذه المسؤولية. يعني برضو بشكر كثيرا أختي رحاب على ثقتها وعلى ثنائها الجميل العطر الذي أسند على كل الحضور. وبالنسبة لأختنا الكريمة ياسمين اللي بتقول عايزة ضمانات دعينا ننتقل إلى مربع العمل. فالأصدق من حديث الواقع كما قلت في مقدم حديثي وعملنا يكون شاهدا علينا لا مجرد أقوالنا. تمام هذا هو ما أسوقه له. تمام تفضل دكتور. طيب نفس أنا سعيد جدا بالمشاركات وأهم سؤال اتسأل موضوع الضمانات. لأن حتى لو كان ده مش إحساس عند أختنا ياسمين ده إحساس عند كل الشعب المصري. صحيح. وإحنا بنرد على الشعب المصري بإجابة فيها مسؤولية لنا وليه. بنقول لهم الضمان الوحيد بعد الرب جل وعلا هو أنتوا. بمعنى؟ يعني لا تصنعوا مبارك آخر. خلاص الأمور واضحة. مش نزلت اديت الحزب ألف وحزب ب وحزب جيم وحزب دل ما تنزلش تديه تاني. لا تعطيه مرة أخرى. الأمر واضح جدا. ما تصنعوش مبارك آخر. أنتوا الضمان. الحزب هيبقى فيه مش فيه مؤسسات حقوقية وفي ناس بتساعد وبتقولك تراقب حزبك إزاي وإزاي تضلب. أنتوا الضمان. لا يوجد ضمان بعد الرب جل وعلا بعد التوفيق وتسديدي إلا هذا الشعب الكريم الذي حمى ثورته قادر أن يحمي طموحه وأحلامه. دي رقم واحد. رقم اثنين الـ الـ الأمر والكلام عن المرأة يا دكتور فعلا في الإسلام أمر عجيب جدا. لأن احنا القرآن اللي معانا 6236 آية ده هيفضلوا معانا لغاية سنة 4000 5000 منين ما القيامة تقوم. فقرآن خالد أن يبقى في صورة كاملة اسمها النساء.
سورة كاملة تخص قضية للمرأة. نسأل في القرآن ده يرعب كل سياسي بيتكلم في حق المرأة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب، بأي ذنب نقف، قتلت بأي ذنب، حاجات كتير جدا، بأي ذنب ظلمت، بأي ذنب حرمت. لما تعرف ان في 12 مليون عانس في مصر، الأحزاب هتقدم لهم ايه؟ احنا بنتكلم اهو، لما نعرف ان في 90,000 أسرة، الوعد هنا له صور كثيرة بقى، كثيرة جدا المفهوم. كثيرة جدا المفهوم التدبري. 90,000 أسرة بتتفكك، قلنا حال الطلاق كل 6 دقائق، قدمنا ايه؟ عشان كده احنا بنقول ان احنا بقى خلاص فعلا ليه عملنا احزاب، عشان ننتقل من الشعور الى الشروع الى المشروع. ان الآية تنتقل من القرآن الى الوجدان الى الميدان، ان احنا ننزل حلوة اول المصطلحات دي، انا بالآية عمليا جزاكم الله خير، ان احنا ننزل آية بالآية عمليا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. يا سلام، احنا بنقول هي دي النية. اذا الرجل يحتاج الى حسن رعاية البنت ليتستر بها من عذاب الله. تخيل حضرتك الهدف بقى، احنا مش بنتكلم بقى في هدف حزبي ولا هدف اظهار صندوق انتخابات، ده مصير بين ان احنا بنتكلم عن ستر يوم القيامة. قيامة يوم تزل الاقدام، نسأل الله ان يسترنا جميعا يا رب العالمين. ان احنا نقدم لنساء مصر حقوقين. انا بقول لك دلوقتي، انا مش بخطب على منبر، انا بقول حقوق، انا باكد حقوق غطاء نقابي يحمي النساء في مصر. واحد، اجراءات عمليه قانونيه لتقديم حقوق النساء في مصر. بعض الخبساء يقول لك غطاء نقابي، وهو انتوا عن المصنع ناقصه نقاب، ما انتوا نقابينها يعني. عايزين نشير بس لا، احنا عايزين النقابه وليس النقاب. عايزين لا عايزين نقطعها في الفيسبوك وتنزل بقى هو يشتغلوا الشغل طبعا يشتغلوا بقى الحاجات دي. نعم. فالمولى عز وجل ضرب بامراه مصريه مثال، فخر، افخرنا يا نساء مصر افخرنا. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون، اسوأ بيئه، مش هقول بقى في بيئه فاسده دي، مع اكفر خلق الله فرعون. وضرب الله مثلا للذين امنوا امراه فرعون قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه. شوف الفقه، اختارت الجار دار امراه فرعون، وهي الحاميه الاولى اذا صح التعبير للحق والتوحيد. لا تقتلوه، نعم، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. فرعون سمع كلامها، هو ايه الموضوع؟ ايوه دي ظاهره دي ولا ايه؟ لا، وهو طبعا الست المصريه لها كلمه وتحترم. طيب الحمد لله. وكل دي على فكره مش مغازله للمراه، ولا عشان نقول يعني يتبسطوا مننا او يفرحوا بينا او يقولوا نحن في يا دكتور، نحن في حاجه ادبيات والواقع سيشهد. نحن في حاجه الى اكتشاف المراه المصريه والمسلمه من جديد. واقسم بالله دكتور، بعد ما نكتشف المرأة هنشعر بالألم والخسارة الرهيبة اللي كان اللي احنا جنيناها او اللي حصلت في الفترة اللي فاتت بسبب تهميش المرأة المصرية عن التيار العام. مع كل المناداة من التيار العلماني قبل الثورة والأنظمة السابقة بحقوق المرأة وإنصاف المرأة، أنا أجيبك، نكتشف أنا أن أجيبك. المرأة تم تهميشها فعلا، كانت مهمشة وكانت مقصية. ليس هي وحدها، المجتمع كله، الإنسان المصري المجتمع كله، النظام السابق والنظام السابق عليه 60 سنة اللي فاتت كانت الدولة تصادر مبدأ سيادة الشعب وأنه مصدر السلطات، كانت تعدم الكفاءة والخبرة، تعدم المسؤولية والأمانة، تعدم قيم الرجولة، رجال ونساء وقيم الرجولة، وقيم الرجولة خاصة بالرجال فقط. أيوة. قيم الرجولة في النساء والرجال، هي صانعة الرجال أصلا، كان يعدمها كلها. ونظر هي الجانب الأكبر في المجتمع، فكان يناله النصيب الأوفى من كل هذا الإقصاء والتهميش. أين هي في البرلمانات السابقة؟ أين هي في المجالس التحريرية السابقة؟ أين هي في مواطن الكفالة تستحقها؟ وطردت في كل ميدان وفي كل مجال. أهنى لها أن تسترد مع الشعب المصري كله كامل حقوقه، وننعم بكامل كرامته وكامل إنسانيته، وأن ينطلق من جديد مبدعا منتجا مساهما مشاركا فاعلا في الحياة العامة، صنع للحياة من جديد. نعم، أنا عايز يعني وأنا بختم الحلقة كده أسأل سؤال، هل عبقرية هذا الشعب وتوجهه للإسلام بفطرته بشكل عام، وأنه جزء من هويته، أو هو هي مرجعيته وهويته يعني الإسلام، هل الشعب المصري باختياره للإسلاميين متمثلين في حزب النور وحزب الحرية والعدالة وتصدرهم للمشهد من خلال الصندوق اللي وقف فيه الناس في طوابير طويلة من الصبح بالليل، هل الشعب المصري بعبقريته هو الذي قرب المسافة سياسيا وفكريا بين السلفيين والأخوان المسلمين؟ الجدل اللي فات حصل تقارب من خلال يعني كان الفضل بعد الله سبحانه وتعالى لهذا الشعب بكل تأكيد. وهي يعني
اللي دائما توحدنا اللحظات المهمة وتجعلنا جميعا نراجع مواقفنا من بعضنا البعض، تجعلنا نتوحد ونتماسك. نعم. المشهد الذي أبدع في 25 يناير هذا المشهد الواحد للأمة الواحدة لابد أن يتبعه مشاهد أخرى على كافة المحاور السياسية والأطر. أنا أتصور في الفترة المقبلة بعد أن تنتهي صفحة الانتخابات أن أجد تعاونا بين كل التيارات الليبرالية حتى والعلمانية اللي بتحدث عنها والإسلامية وغيره وغيره من أجل مصلحة الوطن قبل كل اعتبار، تعليها على كل مصلحة، وأن تزيب مظاهر ما يبدو أنه خلاف هو في الحقيقة ليس خلاف على الإطلاق. لا يوجد أي خلاف في أي قضية أصلية بين أي مصر ومصر. للأسف الشديد تنشأ معارك من لا شيء. وإن عجبت فما أعجب من أن أرى معركة بغير قتال، كثيرة من المعارك أنشأت بغير قتال الفترة الماضية. وبالتالي أنا مستبشر خيرا كثيرا بالمستقبل ومؤمن إلى غير ما حد بقدرة هذا الشعب على الإبداع دائما، وأعظم إبداعه سيكون في إبداع وحدته وتمسكه وترابطه. ما شاء الله دكتور، احنا بنختم خلاص مع الدكتور بطل. احنا بنختم بكلمة الدكتور محمد اسماعيل مقدم حفظه الله تعالى التي وجهها للمرأة في بداية كتابه الرائع عودة في الحجاب، حين قال لها: أنت نصف المجتمع وتلدين لنا النصف الآخر، فأنت المجتمع كله. فالرهان فعلا على المرأة اللي بتقدم لنا أجيال. أم الشيخ عبد الرحمن السديس كانت تروح بي الحرم، سمعت كان ضمن الشيخ، وتقول له عبد الرحمن في لقاء تلفزيوني: عبد الرحمن شايف الراجل واقف هناك ده؟ يقول لها: أمي شايفه. تقول له: عبد الرحمن قلده، لأن أنت تقف مكانه يوم من الأيام. يا سلام. هتقدموا لنا ايه؟ هتقدموا لنا بقى وزير فعلا ينقذ لنا الدوله من الاشكاليه اللي احنا فيها؟ هتقدموا لنا سفير ماتنا وما يتقتلوش في حجاب عشان لابسين حجاب؟ هتقدموا لنا عامل محترم سائق يحفظنا ما يمشيش في العكس وما يركنش؟ هتقدموا لنا ايه؟ فاحنا بنقول ان الرهان الحقيقي على نساء مصر باذن الله في تربيه اولاد والقيام بدورهن الحقيقي داخل المجتمع. دي الأولى بالنسبة للكلام اللي قاله الدكتور. بالنسبة للمجتمع، أنا شايف إن الانتخابات اللي فاتت دي دكتور كانت عبارة عن حفلة تعارف بين المصريين. حلوة أوي، جميلة، حفلة تعارف حقيقية. الكل، الليبراليين والعلمانيين والإسلامي، كله بتعرف على بعضه. إيه ده؟ هو أنتوا إيه ده؟ طب ما أنتوا بتضحكوا. إيه ده؟ طب أنتوا ليكوا رؤى حقيقية. أنا شايف إن أي حاجة حصلت ما بين كل التيارات الإسلامية عبارة بلغة الكرة عن نرفزة ملعب. نفذت ملعب، او من الاخر بقى اهلي وزمالك، وفي الاخر مصر بتلعب بقى خلاص. يعني خلاص احنا دخلنا زي ما الدكتور قال كده توافق، شئنا ام ابينا خلاص مصر بقى احنا بنتكلم في بلد ومستقبل بلد. لو حق لي ان اختم يا دكتور، بس انا عايز اعزي جموع الشعب المصري وابناء حزب النور بالذات في وفاة الشيخ عادل ابو صليب رحمه الله عليه، عضو مجلس الشعب المنيه اليوم. نعم، ربنا يرحمه رحمه واسعه. وايضا اعزي في الدكتور عبد الرحمن صمت، رجل من اعظم الرجال. ان هو فعلا الخبر على تويتر كردي. لسه نسال الله انه يكون ذلك، لان انا حزنت جدا. اسال الله انه الخبر يكون غير ابن اخوه. يمكن وصلنا على المخرج بيقول لي على تويتر، قال انه يعني الحمد لله. نسأل الله أن يبارك فيه. اللي عايز يعرف مين دكتور عبد الرحمن الصويت يكتب بس على جوجل يعرف مين هو عبد الرحمن. طموح بلا حدود. ربنا يحفظنا. عزائنا طبعا لأسرة الشيخ عادل أبو صليب، كان مرشح حزبة النور لدائرة الهرم. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون قدر الله تبارك وتعالى كان قد اختاره في العليين وفي الصديقين والشهداء والصالحين ورحم أمتنا المسلمين أجمعين. الحقيقة في ختام هذه الحلقة كان عندي طبعا أسئلة كثيرة، لكن عارف مشاغل حضرتكم يعني أصبحتم سياسيين مشغولين بالمشهد السياسي، لكن على الأقل قدرنا حاولنا أن احنا نقارب عملية مقاربة للمفاهيم والتفكيك وتوضيح للمخاوف اللي بتثار ضد المرأة المسلمة والمرأة المصرية بشكل عام. اللي بيتكلموا عن المرأة المصرية مش هم دول، المرأة بعمومها لم تنتدب هؤلاء في بعض القنوات عشان تكلم عنهم، ولا في مسألة إجبار ولا إكراه ولا فرض حجاب بالقوة وبالقهر ولا كذا. لكن على أي الأحوال احنا حاولنا نقرب المسألة. بشكر لضيوفنا الأكارم الأستاذ الدكتور أحمد خليل عضو اللجنة العليا لحزب النور
السلف. يشكرك يا دكتور، جزاك الله خيرا، شرفتنا. واستاذنا دكتور احمد ابو بركه المستشار القانوني لحزب الحريه والعداله اللي عنده انتخابات الصبح ومسافر يحفظنا شويه. اشكرك شكرا جزيلا، وشكرا لحضراتكم تواصلتم معنا وهذه السهره المباركة. أشكركم شكرا جزيلا، وبشكر مخرجنا حمد السيد وكذلك معد الحلقة رضا حب الله. تحياتي لكم مصطفى الأزهري، نلتقي في الثلاثاء القادم ولقاص مع ضيوف أكارم أخر بإذن الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.